دخلت كلية الطب بالظبط. عشان تطلع دكتور، تخصصك ايه؟ واحنا الاسره كلها يعني دكاتره قلب، والدي استشاري قلب في طنطا. انا اتخرجت بكالوريوس طب 2012 جامعه طنطا، بعدين دخلت الجيش، خلصت جيش مارس 2016. هنا بقى كان لازم اختار يعني هكمل في ايه، في طريق الشطرنج ولا في طب، لان عشان التخصص ماجستير طبعا بيحتاج يعني من 3 لـ5 سنين. الشطرنج انا الحمد لله ساعتها كنت في 100 الاوائل في العالم. دي برضو معلومة يمكن ناس كتير فاكرة ان انا لسه واصل 100 الاوائل في العالم من اسبوع او 10 ايام بعد يعني حصل بوستات على السوشيال ميديا وكده. لا انا الحمد لله في 100 الاوائل في العالم من 2013. يمكن الموضوع ما كانش وازاي يعني قدرت تحافظ انك انت تفضل المية، يعني واحد من مية في العالم على مدار سنين؟ يعني الحمد لله الموضوع صعب يعني، صعب جدا، خصوصا ان للاسف في مصر يعني الدعم قليل جدا او يعني يكاد يكون مش موجود، ما فيش مدرب للاسف. طبعا احنا تحب محتاجين نقلع مدرب واحنا اجنبي. بنتكلم؟ اوكي اتفضل. ف يعني الحمد لله الواحد بيجتهد على قدر المستطاع ان هو بيتدرب مع نفسه بالامكانيات الموجوده اللي هي على الكمبيوتر بس يعني. ف الحمد لله من 2013 2016 بقى اما خلصت الجيش خدت القرار ان انا هكمل في الشطرنج، واستقلت بالفعل من وزارة الصحة. الحمد لله اقدر اقول انه كان استقلت من وزارة الصحة. بالظبط قرار كان كويس. قرار سهل انك انت تسيب الطب بعد ما درست الطب وبرعت في الطب وخلاص هتبقى دكتور طبيب قلب وعيلة كلها اطباء. محدش واجه مقاومة؟ محدش رفض في البيت؟ لا بالعكس يعني كلهم شجعوني، اولهم والدي يعني، ان هو قال لي انت ممكن تبقى دكتور ودكتور كويس في المستقبل، لكن انت اوريدي الحمد لله يعني من احسن لعيبه العالم في الشطرنج، من 100 الاوائل، رقم واحد في مصر والعرب وافريقيا، فانت اوريدي متميز في المجال ده وانت بتحبه. ولسه يعني طول الفتره اللي فاتت كان دايما بيكون عندك مذاكره، عندك حاجات تانية الى جانب الشطرنج، فدي فرصتك ان انت تتفرغ للشطرنج لاول مره في حياتك. والحمد لله يعني من ساعتها لغايه دلوقتي تقدمت من 100 الاوائل، وصلت ان انا في يونيو 2019 كنت ال 33 على العالم، حاليا ال 42 على العالم، إلى جانب الفوز الحمد لله ببطولات دولية كتير يعني خلال السنين دي. صعب ان الواحد يلعب مع حد زيك. هو يعني الشطرنج يعتبر علم، وفي مراجع وفي كتب ودراسة، فهو الموضوع كبير مش مجرد لعب بس يعني. طيب اول بطولة دخلتها بقى، يعني اشرح لي الظروف والمشاعر والاحاسيس والفوز بعد بطولة دولية كان ايه؟ هو يمكن اول بطولة وانا صغير خالص كان بطولة الجمهورية تحت 12 سنة، كان عمري تقريبا 6 سنين ساعتها. كانت البطولة في القاهرة، ف يعني انا فاكر يمكن ساعتها لما جيت اشترك فالمنظمين يعني بيقولوا لبابا انت جايبه حرام عليك هيتعقد كده يعني، ان هو طفل جاي يلعب مع ناس كبيره يعني. فقال لهم لا انا مش جايبه يتمرن، انا جايبه يكسب البطوله يعني او ينافس على البطوله. فالحمد لله ساعتها يعني طلعت المركز الثاني تحت 12 سنه وانا تقريبا 6 سنين، ودي طبعا كانت الحمد لله اكيد بدايه مشجعه جدا ليا ولاسرتي كمان ان هم يكملوا في دعمي في مشوار البطولات يعني. انت متجوز؟ انا متجوز وعندي لارا. المدام رايها ايه بقى لما انت خدت القرار بانك انت مش هت يعني هتسيب الطب وهتكمل في مجال الشطرنج؟ لا الحمد لله يعني كل الناس اللي حواليا الحمد لله كانوا بيدعموني جدا في القرار ده وفي الخطوه اللي انا خدتها. يعني يمكن الناس اللي عارفيني او عارفين لعبه الشطرنج بيعرفوا ان الحمد لله انت في مكانه يعني قليلين في العالم اللي بيوصلوا لها الحمد لله. ف يعني كله كان بيشجعني الحمد لله على القرار ده، وبحاول ان انا ما اخيبش ظنهم يعني. بتلعب دلوقتي في نادي ايه في اوروبا؟ انا محترف في 3 أندية في اوروبا. هو قانون الاتحاد الدولي يعني للشطرنج بيسمح بده، مواعيد الدوريات بتبقى مش في نفس الميعاد يعني، على عكس طبعا الكوره او اي رياضات تانية بيبقى هو نادي واحد. انا محترف في نادي في المانيا ونادي في السويد ونادي في فرنسا، الى جانب في مصر برضو بلعب في نادي شرقية الدخان. توتال 4 أندية يعني. 4 أندية. طيب يعني احكي لي بقى كواليس اللعبة، يعني ازاي قدرت توصل لهذه المرتبة انك انت تكون واحد من اهم 100 واحد في العالم او من افضل 100 واحد في العالم والاول على مصر والاول على افريقيا في مجال الشطرنج؟
يعني هو يمكن الشطرنج يعني اشتغلت على نفسك ازاي؟ عملت ايه؟ يعني في الفترة الحديثة او من 20 سنة اللي فاتت بعد دخول الكمبيوتر، الشطرنج تطور جامد جدا. دخول الكمبيوتر فرق كتير جدا. يمكن احنا للاسف عشان زي ما قلت لحضرتك ما فيش مدرب، فانا تدريبي كله الاساسي على الكمبيوتر وعلى الانترنت، في برامج طبعا شطرنج متخصصه وفي مواقع اونلاين دي اللي بنلعب عليها المباريات التدريبيه. انا اللي بقدر عليه ان انا بشتغل على الحاجات دي، يمكن بتدرب فترات طويله جدا خصوصا قبل البطولات. يعني في تدريبات معينه طبعا، يعني زي تدريبات ذهنيه مثلا، يعني في تدريبات طبعا شطرنجيه، والمفروض يبقى في بقى نواحي تانية زي النواحي البدنيه والكلام ده ازاي؟ الناس برضو اللي بتسال عليه، زي ما قلت لحضرتك ان دور الشطرنج الواحد ممكن يستمر من 6 ل 8 ساعات. فطبعا احنا بنلعب البطوله بيبقى مثلا 9 ماتشات، متوسط من 9 ماتشات او 11 ماتش على حسب نظام البطوله، كل يوم بيبقى فيه مباراه. فطبعا عشان يبقى كل يوم بتلعب مثلا 8 ساعات، غير التحضير قبل المباراه، غير تحليل المباراه بعد ما بتخلص، فانت بتحتاج تقريبا، انت بتشتغل 12 ساعه في اليوم لمده 10 ايام متواصل. ده بيحتاج طبعا لياقه بدنيه كبيره جدا يعني. الى جانب ان الناحيه بقى الشطرنجيه، كل دور من كل مرحله من مراحل الدور اللي هي افتتاح وسط الدور او نهايه الدور ليها الكتب المتخصصه بتاعتها، ليها البرامج اللي بنشتغل عليها، ليها طرق التدريب اللي احنا بنحاول نطور نفسنا فيها. للاسف انا بشتغل طبعا على كل الحاجات دي لوحدي يعني، بدون مدرب، لكن الحمد لله يعني بعوض ده ان انا بحاول ان انا اشتغل وقت زياده او فترات اطول. وربنا يعني، انا مقتنع دايما ربنا ما بيضيعش تعب حد يعني، والحمد لله.